السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد مباراة مصر وتنزانيا اليوم، وهي مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا. يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي رويف توريا مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا اليوم الأحد بستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات لكأس أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس، وهي مباراة منتخب مصر وتنزانيا هي ودية وتقام اليوم في تمام الساعة 6 مساء توقيت القاهرة و7 توقيت الجزائر والمغرب. نتمنى التوفيق للفريق المصري.